لا والله سهلة، شايفين؟ اليوم عندي الشاعر محمد سكران، ومن أعز وأقرب قلبي الشاعر محمد سكران. شكرا للدعوة. الله يعافيك، شكرا لك إنك رفضت الدعوة. بالعكس اليوم ما صايم. زين. عشان هذا المشهد. شو مجهز لك؟ يا رب. إيه توماهوك. بس شوف يقولون لي إنك متى تأكل واجد. صحيح. يعني ينبئك عنها. لا بس اليوم بتخلص ذاك الأكل. ولابد بناخذ معنا غرفونا. الله يحييك وشرفنا والله يا حبيبي. الله ضيف السبت، وعندي كم مو بسؤال واحد الاثنين، عندي اسئله كثيره صراحه، ولكن اول شيء ببدا معك في القطع بعدين نبدا في الاسئله. عندي اول شيء ببدا انا ودي قبل تبدا تسمح. طيب انا ببدا، انا عندي شيء. انت تبدا قبل؟ اي بتروف الحين. شيف ابن قاسم عزمنا على ستيك. ستيك ترى ذا شعر. ايوه سكيب ستيك. الشف بن قاسم عزمنا على ستيك. ستيك. وحنا لو نعزمه ذبحنا ذبيحه. ذبيحه. الفرق فيما بيننا فرق تكنيك، ولا المشاعر بالمحبه صريحه. صريحه والله. حنا نحب اقلط وشمل عنيديك، والله ما نعرف لا العظم والشريحه، لكن يا بن قاسم على طاريه الكيك. لكن ياكل يا بن قاسم على طاريه الكيك، ضروري تكون الاجابه صريحه. بارحة ثورة تساؤل وتشكيك، والناس بين الضاحكة والجريحة. لا عاد تعودها، عسى الله يعافيك. نصيحتي كانك تحب النصيحة. اي والله. الحين تفضل. هل نبدا جنب اللحم على طول؟ او ايش عندي تندرلوين؟ هي هذا بخاخ عشان صدى. عشان ما تمسك اللحمة، عشان ما تمسك اللحمة. نفك فيه دائم صواميل. خلاص. هذه بنخليها تقريبا 30 إلى 40 دقيقة. بخليها. على درجة 500. قاعد احنا عندي سؤال عن جارتك اللي في بريطانيا. ايه شو اسمها هنا يا الله؟ رايس. ايه امراه كبيره سن فاضله. بما انك مبتعث، انت كنت وانا كنت مبتعث فحبيت اني اعرف. انت مبتعث؟ لا انا متطفل. اي انا ما كنت مبتعث، راح ادرس كذا على حسابي 6 شهور. حلو. اي وكتبت 6 قصائد كل شهر كان كل شهر قصيده. حلو. ابي القصيده هذه حقت رايس. ايه رايس كانت جارتي. أنا ساكن فوقي، ساكن تحت، وكان عندها ولد كان معزلها شوي، وكنت أنا أروحهم تمام. إيه. ولو ظهر لك إني شوي. لا ما شاء الله. باين. إيه باين. فكنت عاون على جيت معها كياس أنت بتدخل إن شلتها ولا أساعدها. المهم جاي يوم من الأيام وطق علي الباب. أيوه. قالت لي أنا والله متحسفت منك، كنت ولد النشمي طيب واضح عليك زي كذا. وهذه كتب دعوة للمسيحية. دعتك المسيحية ولا؟ إيه تكون خايف. قالت ان هذه دعوه المسيحيه، تكون تحسفت عليك بالنار. وهي دعيتك مسيحيه؟ انا فاضله. فقلت عطتني الكتب وانا احترمتها يعني هذا. اخذت منها الكتب يعطيك العافيه ودخلت. الى هذا عيسى على الكتاب معلم ولا يعني شغلات احنا جينا ندرس جينا نتعلم. دخلها. فقلت خلنا ناقش القصيده، ناقش القصه القصيده. اي بحثت عن مترجم قبل امشي واعطيت اياه، قلت روح الرئيس واعطيه. يا رايس الجيرة لها عدة حقوق. حقوق منها احترام المنطلق والعقيدة. والعقيدة. أنت مسيحية وأنا مسلم من ذوق، أعرف أبادلك الأمور الحميدة. أنت مسيحية وأنا مسلم من ذوق، أعرف أبادلك الأمور الحميدة. أنتم تقولون إن النبي طالع من فوق، حنا نقول إن النبي طالع من فوق، وأنتم تقولون انصلب فالحديدة. إلا تناقشنا غدا الطاق مطبوق، خلي سوالفنا عن آخر قصيدة. ما ودت عزمت على صحة مربوق، نحوف ونفرش تحت هالجريدة وعقبه لبوها الذالة سمعت طاروق. لو كنت مدري عن خلق وش جديدة، أنا على الديرة قطع قلبي الشوق حنين. هارون الرشيد الزبيدة الدين يا رايس، ما يشمر من السوق، الله يعرف المتقي من عبيده. ما دام كل اللي على الأرض مخلوق، خلي سوالفنا، أخلي علاقتنا الوطيدة وطيدة. سلامتك. يمكن يضيع منها بيت ولا بيتين، بس هذا اللي يضرب منها يا حبيبي. بس راقي في تعاملي مع الدعوة. لا عظيم والله مرة بعد. الحين انا اعطيك القطع حقك. أيوة. هذا اول قطع عندنا، طبعا نسوي اليوم اثنتين. يحبكم الله يعافيك. شرقي عاد. هذه طول عمر انا احب اسويها في تاور، ما احب اسويها في شوارع. ليش؟ لان ما فيها فات كثير، فتحتاج انها تصير تاور اسرع، ولا تخسر الفات اللي فيها، يصير موجود في التاور. كيف؟ لا والمظهر جميل. نتوقع. ايش رايك يعني؟ أصبح
مشاعر في مؤهلات والله في مؤهلات والله من اليوم ماسك علي طق قاعد يصير لا والله والله العظيم والله اني انت اني احبك من زمان لا لا بيض راسك انا ما سالتك تبيها ميديم تبيها ولدن ولدن تبيها ولدن طب حسيتها حلوه لا لا ولدن لا كده بس اي لو شو الزين بينهم لا خلها ميديم ايش رايك ميديم 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 خلاص ضبط ميديم ان شاء الله دقص حنزيد الذواقه ولا كلها ذواقه يا طول العمر كلها مره ابدا بالاستاذ انا هذا العافية عليك ابد على طول ونبي رايك على طول خبر عدلك البانية بقولك لحم ايه مو بلحم ها ايوه حلو والله مو بلحم كيف اللي كنا ناكله اول مو بلحم هذا لحم صدق هذا لحم والله وترى ما حطيت معه الا ملح شوي ترفل الثاني ما عرفتها بس طعمه حلو ايه ترفل ترفل بختبرها اي تقطع تقطع بالشوكه كذا ايوه ها ابد جرب ايوه انا اعتب على يدي مو على لا 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 بالعافيه شوف توضحك بس شوف يلا طيب ستيك بالشوكه تقطع كذا محمد ما قد اكلنا كذا عندنا والله ما نعرف لا 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 ابد اعلمك الحركات خلاص اي لازم انتم كل يوم هنا كل سبت الله يحييك نلغى الايام اللي غير السبت وكل طبعا. يوم يا طيب بكره خلاص مشكلة لا 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 مو بنا مو بنا اللي أنت بتسويها ليش أنا... ليش لابس ذا السوت غالي أيوة خذ واحدة عدين بس خليني بخها بس من تحت حطها على الوجه هذا أيه جرب ما يحتاج ها كفو والله كفو والله لا لا خطأ حطت كريم زين ها كريم زين عكسها لا لا خلاص يا اخي يا ما عندي قيسي تبغى نخشها؟ اسمع علي خش تطلع كيف؟ شلون؟ ها؟ ولا شوف من جوا كيف طالع؟ مليانة تبي معها صوص ولا بدون صوص؟ كل شيء كل شيء كل شيء اساس اي كلمه سالني ذق ذاك اللي عنده بنقاس نص الى انا عارف كل شيء خلاص ابد معين اثنتين هذا الرباي اي معروف معروف شوف سم الحين على الصوص يا اخي شبعني من الشوف يا حبي لك والله عاد لازم تجرب الحين وتعطينا رايك او خش سانتك خير الحين اي والله ما اقدر الحين ما اقدر ابد جرب سم بالله وانت ما عليك من التصوير عليك من ايش؟ تعطينا رايك في الطعم. كشف شلون مليانة. اخوي مرسل يقول جيب معك للبيت. جيب معك؟ نعم. ايه المشكلة ان الستيك ما يطلع. ما يطلع. يا اخي شوف في ناس يمكن يحسبونا عشان قدام الكاميرا بقول كلام اكسبكم فيه وبكون يعني مثالي قدام المتابعين. بس قسما بالله من عرض ما ذقت. بالعافية. لذيذ فعلا لذيذ ما تسوي فيه انت بالعافيه انت طبيعي بالعافيه وصدقا ترى انا ما ابغى مجامله والله هذا اللي تقول فيها 14 شبه اي نبيك عن حال الرجال اجسامها احنا بهلكنا
بس جرب جرب ولا مره. يسولف انا محمد قاعد اشرب شاي يا اخي، ودي تتكلم شوي عن الاسطبل وعن الخيل اللي عندك. ما فتحنا موضوع الاسطبل ولا الخيل ولا قلنا عنه شيء، وهذا يعتبر يعني جزء منك، جزء كبير بعد. انا الخيل جزء لا يتجزء مني، ينافس الشعر عندي يعني. فانا الحمد لله اعتقد اني املك اسطبل من الاسطبلات اللي شارلها بالبنان، لا من ناحيه دماء الخيل السببي اللي موجود عندي، ولا ايضا حتى ترتيب المكان رائع وجيد جميل يعني. في كثير صور متداوله في عالم الفروسيه هي من اسطبلنا يعني، وبنحط صوره واحده الحين عشان يعرفون اي واحد. اي ابغى ساعات. الحمد لله يعني عندي دماء نادره، اشتري مشتريات اتكلف فيها لكنها كلها الحمد لله صحيحه وسليمه. نستهدف سباقات كؤوس الفروسيه للسباق السعوديه. إيه يعني. طبعا انا عندي سؤال معلش يعني، اذا اللي هو اغلى حصان عندكم حاليا يعني احنا كم قيمته مشترياتنا؟ يعني سؤال فيه محرج معليش اسف، بس انا ودي عشان اخر مثلا مشترياتنا الاسبوع اللي راح سكارز اركول ولد ماليبو، حصان ماليبو شهير جدا. عرفتهم كلهم هذول زي ستيكات، شفت ستيك نفس الشيء، شفت شلون؟ يعني هذا شريناه انا صفقته الاسبوع اللي راح ب 200000 دولار يعني ب 800000 ريال سعودي 850. ما شاء الله تبارك الله. زي بهذا القيام لانه يدخل فيها شحن شوي ويدخل فيها محجر لحد ما يصل. ف يعني قريب من المليون. ما... من اخر مشتريات. يا اخي ما تخاف شوي؟ الا مقلقه فيها ريسك. ايه فيها ريسك. في شيء الحياه كلها فيها فرضيات، ما تنتهي الفرضيات، برضو الانسان احتمال يموت بكره. يعني الفرضيات ما تنتهي. لكن عاد الواحد يشغف المغامره. انا ما بخليك تروح لين تعطيني البيتين اللي وعدتني فيها. بيتين؟ اي والله. يقول رفيق عمري ودي اعرف وش فيه. وش فيه؟ ماني مصدق طلعتي من حياته. قالوا تشوفه قلت يوميا اجي وانا ما اشوفه غير في سناب شات. يا حبيني لك والله. صح لسانك. يا جعلك تسلم.